كانت تنام في غرفتها تتقلب يمينا ويسارا تفكر في زوجها. لم تر منه ما يريد، فهو زوج مثالي تتمناه أي امرأة، إلا أنها تحس أنه يخونها. إنها تحس أنه الآن في بيت صديقتها، أقرب صديقة لها. تتخيل موقفها عندما تكتشف الخيانة. ماذا سوف تفعل؟ فجأة تحرك مقبض باب الغرفة، فتح الباب في هدوء، ودخل شخص ملثم يحمل بطارية بيده، دار بها في أرجاء المكان. كتمت أنفاسها ومدت يدها بهدوء تحت وسادتها، وأخرجت مسدس زوجها الذي يضعه تحت رأسه دائما. كان الملثم يحاول فتح الدولاب، فجأة أضاءت النور. فزع الملثم ونظر إليها في خوف وهي تصوب مسدسها في وجهه. حاول أن يستعطفها، ولكنها فجأة انهارت بالبكاء وسلمت له المسدس وطلبت منه أن يقتلها. ستعطي له كل الأموال الموجودة في البيت على شرط أن يخلصها من حياتها، إنها لا تريد أن تعيش مع خيانة زوجها. الملثم يتعجب من ذلك، كيف تكون لشخص زوجة جميلة وحسناء كهذه ويخونها؟ كيف لا يعرف قيمتها؟ الملثم يقنعها، خير انتقام أن تفعل مثله، أن تخونه أيضا. تفكر في ذلك وتبتسم، نعم سأخونه كما يخونني، ولكن مع من؟ تنظر إلى اللص الملثم وهي تبتسم. سأخونه مع اللص. تقترب منه وتسحبه إلى سريرها ويغيب في قبلة طويلة. فجأة الزوج يستيقظ مفزوعا، يا إلهي ما هذا الكابوس؟ إنه حلم بشع. ينظر على يمينه فيجد العشيقة نائمة إلى جواره. إنه بالفعل يخون زوجته، زوجته الطيبة الكريمة الخلق، هي لا تستحق منه ذلك. فيقوم على عجل ويجمع أشياءه ويترك رسالة للنائمة يطلب منها الفراق، لأنه سيعود لزوجته مستغفرا. وصل إلى منزله يحمل هدية لزوجته، سيرتمي عند قدميها، يطلب الصفح منها ويعدها بحياة جديدة. البيت يلفه هدوء شديد. يدخل الزوج غرفته في هدوء، يشعل النور فجأة. زوجته نائمة في فراشها كالملاك. يتنفس الزوج ويقترب منها، يمسك بيدها ويبكي مستغفرا. تفرك الزوجة عيناها في دهشة وتتساءل ما الذي حدث. لقد أدرك الآن قيمتها ومكانتها، ويطلب منها أن تسامحه. تبتسم الزوجة في حنان وتأخذه بين أحضانها وهو يبكي، وهي تنظر مبتسمة إلى البطارية الملقاة على الأرض.